سلمى فقرتنا الأولى، بحس أنه اليوم نحن لازم يكون عندنا مفهوم كامل للاعتناء للصبية بالبشرة، خاصة من قول نحن فوق سن الثلاثين. ليش فوق سن الثلاثين؟ رح نحكي ليش بالتفصيل وطرق العناية بالبشرة مع المشاكل يلي بتلحق البشرة، ممكن تختلف من صبية لتانية وبتختلف من حالة لأخرى. بتحسي سلمى أنه في تراجع بيكون لبشرة الصبية بعد سن الثلاثين؟ أكيد، ويمكن في أشخاص قبل بيتعرضوا للأسف إذا هن أصلاً بيمارسوا عادات غلط بتأدي لهذا الشيء، أو حتى في قصة وراثية كمان ممكن. صحيح تدخل. يمكن خلينا نتعرف أكثر فرح، مثل ما قلتي شو هي أهم العادات الصحية اللي ممكن تحافظ فيها السيدة على بشرتها، ومثل ما بيقولوا كيف فيني حب نفسي بعد الثلاثين. هاي مشكلة عند السيدات، دائماً بيقولوا الثلاثين والأربعين، الثلاثين للبشرة والأربعين بشكل عام لجسم المرأة. ليش؟ شو الأسئلة وشو الاستفسارات؟ كل هذا رح جاوبنا عليه ضيفتنا أكيد بالاستوديو اختصاصية البشرة حنان غماز. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباحكم. يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيك. جمالك جمال، وصباح الخير لكل ستات البيوت، لكل الصبايا اللي عم يحضرونا. نتمنى نقدم كثير من الفائدة اليوم. لما بنقول نحن لازم نهتم بشكل خاص فوق سن الثلاثين، أول شيء ليش فوق سن الثلاثين؟ وهل الاعتناء بالبشرة بيبدأ من هذا العمر، أو نحن لازم يكون القصة تراكمية من عمر صغير لحتى نفوت لبعد سن الثلاثين؟ أكيد بنركز نحن من عمر الثلاثين، لأنه هي المفصل بين حياة المراهقة والشباب وحياة الأنثى لتوصل إلى سن 60 بعمر 30 والخمسة وثلاثين. طبعاً هذا ما بيصير بيوم وليلة، لازم نحن نبلش من عمر الثلاثين، لأنه بعد الخمسة وثلاثين شكل البشرة بيتغير. كتير أشخاص شباب ونساء وصبايا بيتغير شكل وشها كلياً بسبب تكسير الكولاجين والإيلاستين بالبشرة اللي ببلش ينخفض، العادات السيئة، الأكل المانو صحي، كل هاي الأمور بتخلي البشرة ميتة أو بتراجع فنحن بدنا نجدد الكولاجين والإيلاستين بالبشرة بشكل روتيني وبشكل يومي لنوصل لعمر 60 بعمر 35. في عندنا كثير طرق، او اولا خلينا نحكي عن مشاكل البشره بهي العمر لحتى نتلافاها بعدين. المشاكل بعمر 30 جفاف، بسبب انه كل 28 يوم البشره تتغير، فبيضل الجلد الميت عم يعطي شحوب واصفرار وتكسر الكولاجين والإيلاستين بالبشره بسبب العادات الغير صحية، الأكل المانو صحي، الإرهاق، التوتر، في عندنا لخبطة هرمونات عند الصبايا، ممكن تعمل لهم مشاكل حب شباب. ممكن بهذا السن يكون في حب شباب جديد على الوجه؟ طبعا، بسبب ممكن يكون أكياس على المبايض هي اللي بتعمل هاي نفور الحب، وممكن تكون بشرة حساسة فتعلم كندبة دائما إذا ما تعالجت بالشكل الصحيح. عندنا المشكلة الثانية هي تحسس الضياء، الكلف الشمسي أو كلف الحمل، عندنا الشعرانية، كل هاي المشاكل بتعانيها الصبية أو الست البيت أو المرأة الحامل بكل. وعندنا أهم شيء الضغط النفسي، الحياة اللي عم نعيشها، الأكل المانو صحي، أنا بسميه الأكل الميت، يعني الشيبسات، المقالي، هاي أكل ميت ما فيه بروتين. أنا بدي دائما بلش من سن 30 رياضة، رطب البشرة، 10 كاسات مي باليوم أو 9 كاسات للمرأة و12 للشاب أو للرجل. الترطيب كتير مهم يا صبايا. ترطيب كم مرة بتنصحي فيه؟ الترطيب طبعا الترطيب داخليا دائما، لأنه بشرات الجسم أنه تعالجي من داخليا، وبعدين عندك خارجيا. دائما استعمال الغسول بشكل يومي، يعني ما نقرب على الصوابين القلويه اللي بتهلك البشره وبتضرها وبتدمرها. اذا عندي انا حبوب وتهيجات بالبشره ما بروح فورا بجيب مقشرات او سكراب وببلش. صحيح، انقل طيب الحالي على كل اللي بهي التفاصيل. سؤال بيخطر ببال كل صبيه خصوصا بس تبلش بعمر ال 30، انه بيقولوا لها لازم تبلشي من هلا تاخذي كورسات معينه للعنايه العميقه، يعني مو بس السطحيه، العنايه العميقه، ان كان ابر ان كان خلينا نقول ابر فيتامينات، في ناس بينصحوا انه تعمل ابر فيتامينات، في ناس بينصحوا تاخذ مكملات بشكل دائم، وخصوصا اللي هلا عم نسمع عنهم ان هن للشعر والاظافر والبشره، فشو صحه هذا الشيء؟
طبعا هلا بتطور العلم وتطور التقنيات الحديثه. من 20 سنه ما كان في شيء اسمه مكملات، هلا خلال 20 سنه ظهرت عندنا المكملات بسبب انه فقدنا بالاكل البروتينات والفيتامينات، فصرنا ناخذها على شكل مكملات. طبعا لما ناخذها اكيد زنك وفوسفور ومعادن وكولاجين كثير بتاثر بصحه البشره داخليا، كمان خارجيا عندنا صرعه جديده او هي فينا نقول احدث الضجه وثوره كبيره بعالم التجميل اللي هي البلازما مع الميزو، خارجيا وسطحيا تقنيه الديرما بين، او طبعا هي بتصير بتقنيه الدي ار بي او ادوات مخصصه، خلايا جذعيه بترجع بتبني انسجه من اول وجديد، تحرك الكولاجين، تبني إلاستين جديد، بتعطي شباب ومظهر اكثر صحه وجاذبيه للصبايا وللنساء. طبعا انت تنصحي فيها؟ خلينا طبعا طبعا طبعا، لانه هي خلايا جذعيه من جسمك، يعني هي بتحرض الكولاجين ليشتغل من اول وجديد بالاماكن الشاحبه. طبعا بس انا لازم تكون عندي بشره نظيفه ما فيها حبوب لحتى ما ترجع تتغذى، اكون معالجه المسام المفتوح، اثار الندب، اذا عندي شعرانيه طبعا ممكن تكون شعرانيه كظريه، كلياتها هي انا ما طبعا ما بلجأ للبلازما او للميزو وبغذيه قبل ما اعالج داخليا. واهم شيء ما اقرب على التقشير، اكبر خطا الصبايا بيروحوا على التقشير. ليش هذا الشيء التقشير غلط؟ مع انه نحن عفوا لما بنشوف صبيه عم لجأت للتقشير وبعدها بفتره لما ترمم الوجه بعدها في وجه جديد عم نشوفه، نضارة ومثل ما بنقول نحن وجه مضوي، شو عامله تقشير؟ بس ليش انه نحن ما بننصح فيه للتقشير؟ هو غلط بالنسبة لك؟ هو غلط كتير كبير، لأنه أنت الجلدة أو الجلد كلياته مو طبقة واحدة، إنه كلياته عم تقشر بنفس أو ذات الفاعلية، يعني مو نفس المساحة كلياتها عم تتقشر. عم يكون عندك محلات فاتحة محلات غامقة، أنت عم تلعبي بالصبغيات، وغير هيك انت يعني جونا دائما الشمس اللي هي بسبب يعني تصبغات حروق وتصبغات، وهي السبب الاول لشيخوخه البشره، يعني السبب الرئيسي بالحياه هي الشمس. فلازم دائما نحن لما يكون في عندنا مشكله او نروح على اختصاصي جلديه او نروح على مركز تجميل لنعالجه بتنظيف البشره، ونسحب الحبوب الملتهبه، الزيوان، الزهم، الخلايا الميته، ويكون البشره نظيفه وبلا مثل الفلتر، يعني بلا مشاكل وبدون ما العب فيها. ودائما انا بقول لهم للصبايا ما يغسلوا بالصابون القلوي اللي بيهلك البشره، يكون عندنا غسول. طيب هلا هذا الشيء بينطبق على كل انواع تقشير البشره؟ يعني مثلا هلا عم نسمع في شيء تقشير كيماوي، في شيء تقشير ليزري، في كثير انواع تقشير كربوني. اختصاصي طبعا اختصاصيين عم بيعملوا طبعا، هل بينطبق هذا على كل الانواع ولا لا؟ اذا لا كان لا مع مختص ما في مشكله. لا لا طبعا مو كل البشرات بتحتاج، في عندي انا كلف عميق، كلف حمل، عندي اثار وندب حب شباب ما بتروح بالتقشير الا بالتقشير العميق مثل الفريكشنال. طبعا ما بينعمل لبشره ما فيها شيء مضوايه تأذيها يمكن طبعا تنحرق، فلازم تكون حصرا بقوانين بالشتويه ما تشوفي الشمس لمده شهر. هي يعني افضل الليزر، يعني افضل العلاجات بالنسبه لهي المشكله. عندنا كمان مشكله الشعرانيه، ممكن انه إزالة الشعر بالخيط أو بالشمع أو يعمل لي كمان حب شباب وحساسية، لازم ما تلجأ الفتاة لهي الشيء. شو الطريقة؟ الطريقة إنك تعملي له ليزر إذا هو أنت عندك مشكلة، لأنه هي تحريض هرموني، فأنت لا تخلقي مشكلة دائمة. لازم أنت أول شيء تعالجي عند السبب، أخصائية السبب، وبعدين خارجية. طيب اليوم كمان لما نحن عم نحكي عن الهالات السوداء، خلينا نقول انه يعني مشكله العصر تقريبا كثير من الصبايا طبعاً. حتى عم نشوف بعمر صغير الصبيه ما عم تقدر تطلع بدون ميك اب نهائي بسبب الهالات السوداء. صح. خلينا نعرف اول شيء ليش عم تطلع هي الهالات بهي الكميه اليوم اللي ما كنا نشوفها يمكن قبل بهالاعمار الصغيره، وشو حلتها اذا بدنا نلاقي حل جذري؟ هل هو موجود؟ طبعا الهالات السوداء هي نتيجه سببين، او ضغط على الكبد او كلى او سهر، وممكن تكون وراثيه، ممكن تكون التدخين
يعني كثير مشاكل نحن عم نسببها لحالنا لحتى يصير عندنا هاي الهالات. طبعا دائما في مستحضرات خاصه بهي المنطقه، ما بصير انا كصبيه كل يوم عندي دوام او موظفه ولازم انا احط ميك اب، روح احط الميك اب تحت العين لانه رح يصير اول شيء جفاف، ممكن يصير عندي انا حبوب بيض صغار، ممكن يصير هالات سوداء فعلا بسبب هاي المستحضرات القويه اللي البشره ما بتتحملها. فلازم انا اذا عندي هاي المشكله استخدم مستحضر خاص بالعين، خاص بالعين. زائد العلاج في ميزو تفتيح، في عنا علاجات كتير بالمراكز فعالة طبعا فعالة، تبي انت كورس كامل والنتيجة مضمونة اكيد، لانه العلم ما يعني ما خلى شيء وما ما عمله. طيب خلينا نحكي عن شوي عن الماسكات اللي هلا موجوده، يعني عم نسمع كثير عن ماسكات، عم بيقولوا عنها انه هي سحريه. نعم. ومهمه جدا للبشره وممكن تفيد، وخصوصا نعم. يمكن الصبايا بيروحوا لهذا الشيء لانه اسهل واقرب مثل ما بيقولوا واسرع، يعني دغري بتعمله ممكن بالبيت تمام ايمت ما بدها. تمام، انا رح اقول لهم للصبايا على غسول كثير طبيعي وكثير تونر كثير في اي صبيه واي بشره ان تتبعه بشكل يومي مرتين بالنهار، مي مقطره وزائد نفس الكميه ماء ورد زائد حبه فيتامين اي، حطهم بخاخ بشكل يومي. اذا حبيت انا اني زيد الفعاليه 10 حبات رنفون بغليهم بالمي شوي وباخذ المستحلب تبعهم وبحطهم بقلب التونر، هذا افضل تونر ومنظف وما بيأذي اي بشره، اي بشره فيها تستخدمه. في عندي انا كمان ماسكات سحريه هلا، يعني كل ست بيت فيها تعملها، هي بمملكه يعني ببيت مملكتها فيها انها تستخدم هذا الماسك، هو للتبييض للتفتيح للشيخوخه وكثير بسيط وسهل، هو من الشمر ماده الشمر وماده الليمون. يعني بجيب انا مثلا، مع انه الليمون بيقولوا ماده حارقه للبشره، الاسيد انا الطريقه اللي بدي اقول لك اياها هي ما بتحطي انت الليمون بشكل مباشر على البشره لانه اذا البشره حساسه رح تلهبها. بس هي الماسك هو اكبر تقنيه هلا بامريكا. عندنا اربع معالق شمر، كلنا بنعرف الشمره شو هي، مع نص ليمونه شرائح على كاسه مي وبنحطهم على نار هاديه لحتى ينطبخوا الشمر ينطبخ، بعدين بنصفي السائل بنحط له معلقه نشا هو وسخن وبنقلب، اهم شيء التقليب. ببطرمان صغير انا عندي بجيب من العطار لبان ذكر معلقتين كبار، بنقعهم اول يوم لثاني يوم، باخذ هذا السائل وبضيفه على الخلطه اللي عم نحكي عنها اللي هي ماسك، وبنضل نحرك لحتى يصير عندي انا كريم. وكبسولة فيتامين اي بنضيفه للقرنفل، او هو شيء مختلف تماما؟ لا انا عم بحكي لك على ماسك تبييض تمام وفي متناول اي ست بيت ومواد رخيصه من العطار، ما لكن فعاليتها كثير قويه، فيها كولاجين، فيها تفتيح، فيها بوتوكس، يعني بتنشط البشره كثير. بس اهم شرط انه انا لما احط هذا الماسك بدي دلك لمده نص ساعه بشرتي لحتى تتشرب هاي المواد. تمام، هو صار عندي انا مثل الكريم وبحطه على بشرتي، لانه لبان الذكر هو البوتوكس الاصلي والسحري للبشره. يعني انا عم بعطيكي مواد طبيعيه لا بتحسس ولا يعني ولا اثار، خلينا نقول متوفره اليوم، متوفره عند اي ست بيت. يعني انا عندي ست البيت فيها يعني من مستحضرات مطبخها انها تحافظ على بشرتها بالماسكات الطبيعيه، عندي اللبن، عندي حليب البودره هذا اكبر مبيض، عندي اي كريم بدي اشتريه للتفتيح ممكن يكون لتحت العين او للكلف لازم يحتوي، او حتى الواقي الشمس لازم يحتوي على السوس، ماده عرق السوس ماده مفتحه جدا جدا جدا. انا كل كريماتي وكل الكريمات الليليه بحط فيها هذا المستحضر، والماسك الصباحي ممكن انا احط فيه هذا المستحضر او هذا المستحلب، فيني حتى اني انا انقعه واعمله كتونر او كغسول لتفتيح البشره. طيب شو في هيك نصيحه مثل ما بيقولوا تحبي تنصح فيها كل سيده عن شيء مثلا تبتعد عنه؟ هلا حكينا عن شويه مثل ما بيقولوا اجراءات مهمه ممكن تساعدها. اهم شيء النوم العميق،
ما تخلي دائما نحن كلنا محاطين بالضغوطات، الضغوطات هي سبب امراضنا. يعني الضغوطات النفسيه لا تخليها تاثر فيكي، كوني اقوى، حاولي تكوني اقوى. الرياضه، ترطيب، شرب المي الكثير، نظام صحي، اكل صحي. يا صبايا بعدوا عن الملونات والمحسنات الغذائيه اللي بتكون بالمقالي والشيبسات والاكلات الجاهزه، واستبدلوها بالسلطات وال يعني الاكلات المطبوخه على نار هاديه، وابتعدوا عن هاي اللي عم تسبب لنا نحن امراض ما انزل الله بها من سلطان، بسبب كل محسنات الطعم اللي موجوده بهاي الاكلات الجاهزه. اكيد لما بنقول نحن عن صحه البشره والوضع الصحي للبشره، يمكن هو رصيد كل صبيه بتتمنى اكيد يكون هذا الرصيد مليان طبعا. وكله جمال وكله حيويه، مع اعتناء بسيط يمكن بناخذ نتائج كثير حلوه. انا بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم، على كل النصايح الحلوه اللي قدمتي لنا. شكرا شكرا كثير، شكرا كثير، شكرا لك.